نكمل القصص الجميلة اللي قالها أبونا لوقا سيداروس عن المعاصرين له وكانوا قديسين ولكن كتير ما كانوش يعرفوهم، وده الجزء 35، وهسيب لكم اللينكات بتاعة الأجزاء السابقة في الوصف والتعليق. بيقول في بكور حياتي الكهنوتية سنة 1967 كان يسكن بجوار كنيستنا في سبورتينج رجل فاضل تقي من أسرة متدينة محبة للمسيح، وكان له أخ راهب شيخ متقدم في السن من رهبان دير البراموس العامر، وكان لهذا الأب عادة في شيخوخته أن يزور أخيه الساكن بجوار الكنيسة مرة في كل سنة يقضي معه بعض الأسابيع. كان هذا الأب قد أحنت السنين ظهره وصار جسده ضعيفا وحركته بطيئة، ولكن كان وجهه يسطع بنور النعمة كأنه وجه ملاك، وكان كل يوم أحد يحضره أخوه إلى الكنيسة باكرا جدا، وإذ كان لا يقوى على الوقوف كان يجلس أمام باب الهيكل ووجهه نحو المذبح لا يتحرك لمدة ساعات، عيناه شاخصتان إلى السماء، شفتاه تتحرقان بكلمات الصلاة والألحان بصوت خافت لا يسمعه أحد، فكان منظره الملائكي يشيع السلام في قلوب الكثيرين، وكان كثيرون يلتمسون بركته. كانت سيرة هذا الأب بين الشيوخ في دير البراموس مشهودا لها من الجميع، إذ كان منذ شبابه طاهرا بسيطا محبا متحليا بالوداع كأنه طفل، وقد زادته سنين العبادة نعمة فوق نعمة. وكنت كلما أتيحت لي فرصة أذهب لزيارة هذا الأب الطيب في بيت شقيقه، وقد استرعى انتباهي سلوكه الرهباني المدقق وحرصه على خلاص نفسه، ففي كل مرة كنت أدخل إليهم ويعلم بوجودي يخرج من حجرته ويقابلني ببشاشة عجيبة ويرحب بي بمحبة قلبية حقيقية، ويجلس بجواري يسألني عن أحوالي وأطلب منه أن يصلي من أجلي، ولا تمر دقائق حتى يمد يده إلى مجموعة الكتب التي بجواره ويقدم لي كتابا ويقول أرجوك عزينا بكلام الكتب. كانت الكتيبات الصغيرة هي مجموعة من سير القديسين وأقوال الآباء وبستان الرهبان مع الكتاب المقدس الذي كان لا يفارق حياته، وكانت هذه الكتب منسوخة بخط اليد ومغلفة بأغلفة جلدية، وكان هذا الأب هو الذي نسخها بيده. كانت أحب القصص إليه قصة القديسة مارينا التي تزينت بزي الرجال وترهبت ولم يكن أحد يعلم من أمرها شيئا، وكانوا يعزون رقة صوتها إلى النسك الشديد، ثم اتهمت ظلما بأنها اعتدت على عفاف ابنة صاحب فندق فطردوها من الدير، ثم أتى صاحب الفندق بالطفل المولود من ابنته إلى القديسة مارينا اعتقادا منه أنها والد الطفل، فحملته القديسة واعتنت به عناية فائقة وهي عائشة بلا مأوى تتنقل به بين رعاة الغنم تطعمه إلى أن شب، وهي تسقيه لبن الإيمان والحياة مع الله والصلاة الدائمة. وإذ تشفع الرهبان عنها إلى رئيس الدير عاد فقبلها ووضع عليها قوانين صعبة فوق الطاقة، فاحتملت كل هذا بصبر جميل ولم تدافع عن نفسها رغم الظلم الفادح حتى تنيحت بسلام، فاكتشفوا أنها فتاة وأنها بريئة من كل ما نسب إليها، وقد شرفها الله بعمل آيات وعجائب من جسدها بعد نياحتها. فكنت أقرأ هذه السيرة الروحانية المؤثرة، وكان هذا الأب ينصت بسكوت وعمق ودموعه تجري على خديه وتنساب بغزارة من بداية القراءة حتى نهايتها. كان يتملكني العجب، فالرجل يعرف هذه السيرة، بل أقول أنه يكاد يحفظها عن ظهر قلب، بل هو ناسخها
بخط يده، فليست هذه أول مرة يسمعها فيتأثر، وليس فيها شيء غريب على مسامعه. فمن أين يأتي هذا التأثر والدموع؟ كيف أن التكرار الكثير لم يتحول إلى روتين؟ وتأكدت أن الأبرار يكون قلبهم ملتهبا فيهم بالحب الإلهي والشوق إلى السمائيات، فيهم يزيد ولا ينقص، ونار الروح فيهم تضطرم ولا تخمد. وكنت إذ أنتهي من القراءة والرجل في حالة التأثر العميق وقد نضج وقار تأثره على المحيطين به، لم يكن بعد مجال لكلام مهما كان نوعه، فكنت أجلس صامتا لمدة دقائق ثم أنصرف طالبا صلواته عني. وقد تعلمت من هذا السلوك الرهباني الأصيل الشيء الكثير، تعلمت كيف يكون الحرص حتى لا يفقد الإنسان حيويته وحساسيته في الروح، فلا يسمح للبرودة التي في الخارج أن تتسرب لداخل قلبه. وقد تعلمت كيف كان الآباء حريصون على خلاصهم، فعلاقتهم بالآخرين واختلاطهم بالناس ومقابلتهم وزياراتهم كانت لحساب المسيح. وتعلمت الحرص على الوقت، فلا يوجد وقت للضياع أو للهزل أو للرغي أو الكلام الذي ليس للبنيان، فكل الوقت وقت مقبول لعمل الروح. نيجي بقى القصة تانية، بيقول سيرة القديسة الشهيدة مطرونة التي تعيد لها الكنيسة في 10 توت اللي هو 20 سبتمبر من كل عام، تشهد لكنيستنا الحية التي تكرم الشهادة للمسيح بغض النظر عن المراكز العالمية أو الأسماء المشهورة أو أصحاب الرتب أو الأغنياء والوجهاء. فهذه القديسة الشهيدة كانت تعمل خادمة فقيرة لدى سيدة يهودية متسلطة وشريرة، وكانت القديسة تحب سيدها الحقيقي يسوع المسيح وتشهد له، فمن جهة الشكل عبدة مستعبدة، ومن جهة الجوهر كانت حرة عتيقة الرب الذي حررها الحرية الداخلية. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. فلما عجزت سيدتها عن إمالتها عن إيمانها، فهي مطيعة لها خادمة لحاجتها، ولكن لم تخضع لها ولا لحظة واحدة من جهة تمسكها بإيمانها بالمسيح وعبادتها للذي أحبها وأسلم نفسه لأجلها. فلما رأت منها سيدتها هذا التمسك والقوة لجأت إلى العنف، فضيقت عليها في حبس بلا أكل ولا شرب مع الضرب والإهانة، حتى أسلمت روحها الطاهرة في يد المسيح الذي أحبها. ولما أرادت سيدتها الجاحدة أن تخفي جريمتها، حاولت أن تلقي بجسد القديسة من على السطح ليقال أنها سقطت عفوا، فبينما هي تكمل شرها وتخفي فعلتها لم تختفي عن عيني كاشف الأسرار وعارف نوايا البشر، فذلت قدمها فسقطت وماتت لحالها. والجميل في الكنيسة أنها لم تغفل أن تكرم مثل هذه القديسة الشهيرة، فهي وإن لم يكن لها مركز قيادي كأم لجماعة رهبانية مثلا، ولا هي تضلعت بأعمال باهرة ولا قامت بمشاريع تخلد سكراها ولا ولدت أولادا صاروا أصحاب شأن في الكنيسة، لا شيء من هذا، بل على العكس سيرة ضعيفة فقيرة مطمورة تكاد تكون منسية من الجميع، ولكنها استكللت بالإكليل السمائي وعدت في مصاف الشهداء القديسين، ألزمت الكنيسة كلها أن تعيد لها وتسطر اسمها في السنكسار والتاريخ، ودخلت ضمن جوقة صفوف الشهداء بجوار ماري جرجس ومريمينا والقديس ماركوريوس أبي سيفين والقديسة الأميرة الشهيدة ديميانا والأم دولاج. فما أروعها كنيسة تزن النفوس بميزان الروح وتقيم قديسيها بمقدار ما قدموا حياتهم محبة في المسيح الملك. وفكرتني هذه السيرة العطرة للشهيدة الفقيرة الخدامة برجل بسيط فقير كان يعمل بائع سمك متجول، كان يحمل على رأسه سلة كبيرة مملوءة بالأسماك
يطوف بها شوارع وحواري قطاع كبير من حي شبرا والمناطق الفقيرة الملاصقة لها. ومن المعروف لدى الجميع أن باعة السمك المتجولين كانوا في معظمهم يتصفون بالفظاظة والمعاملات الشرسة، ناهيك عن لغتهم السوقية وألفاظهم النابية، فكان معظم الناس يتفادون الاحتكاك بهم بل ويخافونهم. ولكن هذا الأخ سعد كان يبدو مختلفا اختلافا جذريا، فهو في هذا الوسط الصعب كان يحيا حياة مسيحية، يصلي كثيرا وله علاقة حية بالمسيح يسوع، فكان إذا تكلم مع زبائنه فهو صادق لا يكذب، وديع لا يصيح، وإذا باعهم شيئا فهو أمين غاية في الأمانة. وكان العرف السائد في المعاملات هو كثرة الفصال والحلفان والأقسام المغلظة، ولكن الأخ سعد كان يقول لزبائنه كلام مسيحي، كلمة واحدة. كان هذا التصرف المسيحي يبدو غريبا على مسامع الناس، ومعظمهم غير مسيحيين، ولكن مع مرور الوقت كان الكل يشهد أن الأخ سعد كان يتكلم بالصدق، والجميع يثقون في كلمته، فهو لا يغش ولا يغالي في السعر ولا يطمع في ربح قبيح ولا يشتم ولا يحلف. فكان إذا جاء إلى أحد الشوارع يلتف الناس حوله ويقبلون على الشراء منه بثقة عجيبة، فكان أنجح هؤلاء التجار البسطاء، وكان يبيع كل ما عنده في أقل وقت ويقنع بربح بسيط ويحيا حياة هانئة في سلام مع الله وسلام مع الناس. على أن هذا الأخ المسيحي لم يقف عند حد المعاملة الطيبة مع الناس وكسب ثقتهم وكونه يربح من تجارته، بل كان كثيرا ما يتكلم عن المسيح مع المسيحيين وغير المسيحيين على حد سواء، كلام بسيط ولكنه نابع من خبرة حب وحياة. وكان الناس إذا رأوا تصرفه الصادق كانوا يقبلون كلامه، وكثيرون تغيروا بسبب صدق شهادة حياته لمخلصه وحبه لوصاياه. وقد ذكرني هذا بما قصه لي أبونا ميخائيل إبراهيم، نيح الله نفسه، أنه عندما كان يعمل موظفا كان له زميل غير مسيحي معجب بفضائله وشخصه، إذ كان ميخائيل أفندي في ذلك الوقت مثالا صادقا للحياة المسيحية وشاهدا أمينا لمسيحه ومخلصه. فقال الصديق لميخائيل أفندي: أنت خسارة في المسيحيين، يا ليتك كنت مسلما. فرد عليه ميخائيل أفندي قائلا: ماذا ترى في من أشياء تعجبك؟ فقال الرجل: أنت رجل صادق أمين مخلص محب طيب وفيك خصال جميلة. فقال له ميخائيل أفندي: تعرف يا أخي أن كل ما ترى فيه أنا أستمده وأحصل عليه من المسيح، فإن تركت المسيح تركتني جميع الفضائل التي تراها فيه. هكذا كان الأخ سعد البسيط في عمله ومعرفته، والفقير في منظره، كان في الحقيقة حاصلا بالمسيح على غنى جزيل، وكان يحلو له أن ينسب كل ما لديه إلى منبع الفضائل وواهب النعم، فكان لسانه لا يكف عن الشهادة للمسيح. فعلمت أنه بالقليل وبالكثير يستطيع الرب أن يعمل، وأنه ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي، قال رب الجنود، فالمسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. إلى هنا انتهى الجزء 35، وإن شاء الله في الجزء 36 هنشوف برضو قصص عجيبة، وأتمنى تكون عجبتكم، وياريت تقولوا لنا في التعليقات نكمل ولا زيتوا. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوه مع أصدقائكم والجروبات المسيحية، وشكرا لكم.